Okay. السلام عليكم متابعي قناتنا عبونا المعلوماتية، كيف حالكم اخواني واخواتي؟ عدت لكم من جديد في عالم الجيمينج. اليكم ماي كلاب خاصة بالانترنت، واليكم ماستر ليج التي سوف نشرحها اليوم، واليكم بكم ليجند في المرة القادمة ان شاء الله. سوف ندخل الى الماستر ليج. انا كما نقول مسجل فيها خوتي، محافظ فيها اللعبة تاعي كما نقولوا كمدرب كما شرحت لكم من قبل. الان تدخل ندير التحميل. الله غالب خالتي ما تلوموش على الكاليتي تاع الفيديو، مازلنا كشغل امكانيات ما عندناش باه نطوره بزاف. مع الوقت ان شاء الله نحسنوا لكم كثير جدا باه نولي كشغل في المستوى. انتظروا قليلا سوف تدخل معنا اللعبة، وما تنساوش لايك للفيديو، راني نوصي ونعاود خاوتي الاعزاز عليا. امامكم الان ندخل الى المفاوضات ونشوفوا مش عدنا للاعبين. عدنا سونغ هونغ مي، هذا اللاعب نعمل ترى قبول شروط ونشوف تراسكو يجينا ولا لا. قال لك الفريق تاعك فيه 32 جوار، خليه صح. روح لاكتشاف اللاعبين، هذه حاجه مليحه خاوتي كي تفعلوها مع الاول، يعطيوكم كي شغل اللاعبين اللي خاصين لي بوست في ليكيب تاعك. مثلا انا خاصني كيما نقولوا جهه تاعي طلع اتاك، راك نشوف عطاوني غير لاتاك ار دبليو في اف والال دبليو في اف ليترال شغل عندي لي زال تاعي ناقصين شويه مالغري عندي محرز وسانشو وساني ملاح. بصح هما يزيد يقول لك عزز المناصب عندك في الفريق مراكز كما نقولوا احنا. عرض المدير الفني، نشوفوا ترى العروض اللي جاتنا. عندنا ولفرهامبتون، وعندنا مانشستر سيتي قلت تعاود العقد، وعندنا ايفرتون، وعندنا وست هام، وهذه كيف ما نعرفوهاش. احنا حاليا عجبتنا مانشستر سيتي، راح نكمل التدريب لنادي مانشستر سيتي نديروا العقد فيه باه كيما نقولوا نطوروا اكثر ونحاولوا ان شاء الله العام هذا نديو الشامبيونز ليغ ونديو الشامبيونه تاع الانجليز. مش نحاولوا نتكراساو الثالثه والرابعه، نحاولوا نديو الشامبيونه لانها اصعب شامبيونه شفتها في حياتي يعني كمدرب. نروحوا نديروا التالي باه ما نتعطلوش. هنا يا عطاونا كشغل ماتش برك ودي بها كشغل كي يعود راح يعتاز اللاعب فوتوها. عند واركر عطاوني عقد في عطاوني يتفاوضوا في جاني عرض الواكر، وبلاك نعطيوه نبيعوه، ممكن نبيعوه خطاكش كان بزاف طاح النيفو تاعو بزاف ليكيب تاعنا. وخاوتي نزيد نعطيكم ملاحظه برك اللي عجبو الشرح بالدارجه لايك للفيديو، ايضا اللي ما عجبوش الشرح دير لي زيس لايك باه نفهم كيما نقول واحد. المره الجايه نحاول انه نشرحوا بالعربي الفصحى، ما لقينا غلطه بزاف الفصحى ما ليش نكملوا بالدارجه باه تكون سلسله مليحه بزاف. واكر عطاونا فيه 25 وهو يعمل 26.700 في الساق. حنا نقولوا تعديل وما نديروا مبادله مع لاعب، نحاولوا ترى بالك يقبلونا. شوفوا هذا اللاعب نو نقول لك زيدونا في السما خير. شوف ترى بالك ديروا 60% ممكن يزيدونا في العصام تاعو. نزيدوا نتخطاو المباراة، ما كنا نلعبوا راح يطول لنا بزاف الفيديو، نحاولوا ديما نفوتوا الحوايج سهله. وكاين حاجه مليحه خاوتي كما راكم تشوفوا فيها هنا ناو ستارتينغ،
الفوق نو سترينج الفوق، هذه حاجه مليحه داروها العام هذا، فيها وديات ملاح كيما راكم تشوفوا وديات اللي يلعبون في الامريكان وفي الصين كشغل تاع اودي هذيك وتا غامبر يعني ملاح بزاف. او لا امامكم لاعب اشني قال اعتزل لعب نهائيا، ديروا له مباراه تكريميه خاصه به، حاولوا ان نتخطاوها. ربحناها 1-0 كما راكم تشوفوا. هنا اخر يوم في الموسم، هنا درك يبان العقد تاعي مع مانشستر سيتي اكسكون راح ولا نكمل. يقول لك اكتملت كل المباريات المحدده في هذا الموسم، ستتم اعاده فتح فتره الانتقالات غدا، حان الوقت لمراجعه اداء الفريق وكذلك اداء اللاعبين وتحديد نوع الفريق. يقول لك هنا تلقى غويرو عرض من اتلتيكو مدريد، نحاولوا ان ليكيديو علينا. غويرو بدا يكبر وبدا يضيع لنا الفرص كبيره في الهجوم. احنا عندنا جابرييل خيسوس، نحاولوا ان نجيبوا اتاكون، خليه لكم مفاجاه. الاتاكون الجاي كما نقول المهاجم الجاي راح يعجبكم بزاف، مهاجم راح يدير لنا البليس بزاف في ليكيب العام الجاي. انتم اعطوني خاوتي في الكومنتار مهاجم يكون مليح تعرفوه، وانا نحاول اني ندير على تعليقاتكم. واحسن تعليق كما قلت لكم دائما راح يكون نديروا له دعم للقناه تاعو ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. دعم خاوتي باه نتحفزوا بزاف. شوفوا مع غوير عطاونا فيه 43 مليون، ثم عطاوني سومتو تقدر تقول. احنا حاب انا حاول نحب نبرزوا مع جو فيليكس هذاك الصغير تاعهم بالشعر، ما نعرف يقبلوا لي ولا لا. هاي مد السومه صح، نشوفوا بالك يسمونا كاين دي طولو كاين لي مار كاين لي كامينيتش. هاو جو فيليكس نديرو اوكي 12% ما شكيتش يمدوه هنا، تسمى هذا مالكري قاعد في مقاعد البدلاء وكتشوف كيفاه مش حابين يمدوه هذا، تسمى تقدر تقول الاسطوره الصاعد الخاص بأتلتيكو مدريد مام في الصح كيما هكا. مالكري مسكين تبليسه اليوم عطيناها بعين. هنا دركا اداره الفريق نشوفوا خالتي اسكون عاودوا كيما قلت لكم ندير العرض الاخر، اسكو نروحو لوفهامبتون ولا نروحو لايفرتون ولا نكملو في السيتي، نقولو لهم سوف نرفض ونبقى مدير فني في هذا النادي اللي فنيت هلي عمري. فعلوا الجرس خاوتي باه يلحقوكم السلسلات القادمة ان شاء الله، مش غير لعبة البيواس راح نديرو سلسلات جديدة خاصة بالالعاب الاخرى. وانتم ايضا اعطيوني في تعليقاتكم الالعاب اللي حبينا وانا راح نعمل لكم عليها سلسله. اي لعبه تجيكم في راسكم نقدروا نلعبوها عادي، ما لقيت ما الامكانيات ناقصه بس نحاولوا ان نتواصلوا معاكم. امامكم من الان طاحت ساوثهامبتون ونوريتش وهاسفيلد وطلعت فولهام وبرموتش البيوم وستاك سيتي، يعني راح يكون عام قوي جدا، يعني كيما ما غلطش اللي سماه الدوري الانجليزي الممتاز دور الاثاره دور الحرب العالمية. الآن الجدول الرئيسي نفوتوها. هنا يقول لك انضم بعض اللاعبين جدد، عندك انتهاء فترة الإعارة تاع رجعنا سترلينغ ورجعنا فودان، ممكن فودان نكملوا له. دولف أعطيناه سومة مليحة بعناه الأجاكس كشغل داتو إعارة وحطوا فيه واحد البند أن يكون يعجبها نقدر نبيحوا لها. إيبا هاي داتو عجبها وعطينا له سومة وزادونا سوارد، تسمى كشغل تاع العام تاع العوام اللي مازال. عندك زعما كانوا عندنا تشاكا وبي بي ولونغلي ديليخت كملت الاعاره تاعهم نقدر نرجعهم ليزيكيب مالغري ما مشاوش، مشى غير بي بي. تشاكا بالك حوالي عام كان مركبير ما مشاش حتى في الوسط ما مدش لي بال ملاح، لي باس ديسيزيف كي شغل زيرو ما كان والو. بي بي بالك نعاودو نعاولو له الكونترا ان شاء الله، لازم نعاودو بعام خلاف معاه. هذا لمدت هنا ارسنال كونتاكت، انا نرجعو لميلان ما عجبنيش ما دار والو. هذا يا صابي زيت صابي زار هذا يا الماني حتى هو فضت مع لايبزيغ.
ستيرلينغ راه فرحان كي رجع من جديد ليكيب. فودان نعاودوا له العقد تسمى باه يطلع له شويه المورال، ممكن يقدم عام مليح. تراكش لعب عام مليح يا عارة برا في كيب تم في الانجليز، بعد تسمى تقدر تقول يقدر يكون قوى شويه دال. فانا نمدوا له السومه تاعي، تقدر تقولوا كما راكم تشوفوا 19 مليون زياده اللي تدخل الخزينه النادي، حاجه مليحه. تقول لي عندنا ودي جات 23 مليون زادوا، مش تسمى صادي بون هذيك البونو تاع العقد زياده فيها، هون كان يسجل بيت ولا حاجة ولا يعني يخدم عام مليح يزيدونا فيها سوارد، هون كان يبيعوه تاني نربحو منه احنا سوارد كيما نديري في الصح. شوفوا هنا اندية اخرى شفنا لاعبين سونغ هونغ مي نورمالمون قبلونا واتينا باللاعب الاول في الفريق، ان شاء الله يقدم لنا موسم مليح ويدير لنا يكون ايجابي في التشكيلة، يقدم مستويات جدا رائعة. انا عبالي بيه بلي راه يكون راح يكون مستوى المطلوب منه لانه لاعب صغير و منتظر منه الكثير. عندنا رونالدينيو ايضا امامكم 70، فنديرونه مع الاصاغر نديرو نوقعوا العقد معاه، ما باكش ما نستفادوا منه. رونالدينيو راه لاعب كما تعرفوا انتم مهاري، لاعب جيني كما نقولوا احنا بالدرجه تاعنا الجزائريه الفرنسي. هذا اللاعب نقدروا كما نقولوا هو شربناه بالبدايه، يا ربي تخرج لنا من السعر تاعو. دركا قاعد يقولنا مورايس اصبح اقوى وافضل، يعني هاك على بالك تسمى مورايس ادرس مورايس هو المخير في الليكيب سيرتو في لاغارد. عندنا برافو لازم نبيعو، لازم نجيبو غارديان ايضا. انا نرمى مو في عيني شمايكل تاع ليستر دار عام مليح، المره اللي فات لعبت كونطرها درت معاه واحد واحد ما قدرتش نماركي لها ليكيب، باش قدرتش نزيد لها تسمى كان درنا واحد واحد ووقف لي وقفه جامي صرات، هذاك تانا حطو في الحساب ان شاء الله برك يقبلونا ونجيبوه دوزيام غارديان ديال مارس. لعبوه مواف شامبيونز ليغ وفي ليكوب تاع الانجليز، وهذا بيحكي الشامبيون مادامو مازال حكم راحو. عندكم تعثرت ووكر، ما قبلناش في ووكر مع طلبنا له ميخي قلت لكم 60%، علاش نرمح بالك زيد يجينا عرض خلاف الجوال هذا غلبت منه خطراكش، لازم بالك نجيبو لاعب عطال لاعب جزائري. خاوتي الفيديوهات هذوما راح يطولوا السلسله، تحاولوا انكم برك تفوتوا برك مهم تحتاجوا غير الحوايج تفيدكم. راك انا واحد من الناس مفوت الفيديو ديراكت، واذا اردتم ايضا ان تشاهدون الفيديو كله مضى بينا خاوتي باه تساعدونا في الدقائق تاع الفيديو دعمونا باكثر. نروح المفاوضات ونشوفوا فريقي وش يخصو اعطونا في واكر تسمى فشلت المفاوضات، نزيدو نهبطوا نروحوا لانديه اخرى. سونغ هونغ مي بدأت المفاوضات من جديد، حطوها السحب العليس تاعنا باه ميروحناش ونشوفو. ندخلو قائمة الفريق تاعنا، شوفوا ترى اللاعبين ها اللي زايدين كشغل علينا في الفريق كش ما نبيعوهم. رودي هرنانداز ربي يبارك في النص مليح خلاه حكم بلاصة فرناندينيو نحالو مكانه تاعو. رونالدينيو كيما قلت لكم المبدع الساحر رونالدينيو، كيما راكم تشوفوا في سمتو قداه يا ربي مش عارفين هنا. المهم زوز ملاعين وزيرو تسمى ما عندوش كيما نقولوا سما في السوق، بربي ان شاء الله ندعو حوالي 30 40 وما داعي في السلسله القادمه ان شاء الله. قلت لهم انا بدا بعد رونالدينيو بصح لازم نلعبوا شويه امام لي ماتش تسمى ميكو هذوك يفوتوا ولا ماتشات نكونوا رابحين فيهم نقدر ندخلوه، خاطرش ضعيف بزاف كشتوه 16 سنه حطينو. هذا ودي فول في البرومي يقدرش ما يكمل لك لاسويت، ديما يعاود لك لي جوار كي كبار ويعتز ويزيد يقلبهم لك صغار، ما قدروش يديروها على غاده يقلبوا مخ تاع انسان صعيب شويه. غاندو غان من قريب نحطك في البيع نتاعك انا ما لقيتش كيف لا مهم في اخر وقت نبيع تحلى. الجوار دي ما مدوش البالون محرز كل نبيعوهم. عندك سترلينغ وعندك اللاعبين كم نقدر نبيعوهم،
ماو سترينج نديرو تالي يقولك تلقى بن ناصر عرض من هلاس فيرونا كون يعود هلاس فيرونا كون يعود هذا العقد اعاره يساعدني خلاص تراك بن ناصر وقندوزي لاعبين صاعدين وملاح وانا ماشني عاطينهم لا شانس كيما شفت بن ناصر كوب دافريك الاخرى واش دار يعني حاجه تشوفها في الصحراء في الكذب يعني حاجه مليحه مال قليل الكذب هذا قربوه من صح بزاف راه نشوفوا تراب بن ناصر واش سمونا فيه واش عطاونا فيه عقد اسك عراس كامل شغل عقد كامل عطاوني فيها عقد كامل خلينا نسيليكسيونيو الاعاره ونشوفوا لعل يعطيونا اعاره كريستال بالاس يعني راه يتفرم مليح في كريستال بالاس انا شاتي مدو الطاليان كون جيني عرض من الطاليان مليحه خلاص جندوزي ايضا هيلاس فيرونا طليان الشيخ قويرو قال لك حبي يروح ملي كان تعثرت مفاوضات عقد فودان فودان ما حبش يعاود لنا العقد ثم حبيت نجدد له العقد تاعو باه يزيدوا له سوارد في الكون تاعو ما قبل لناش بصح نحاولوا نعاودوا معاه لعل يقبل لنا المره هذه الان مع تحديث تصنيف الفريق الوطني نو سترينج هذه حاجه مليحه كما حكيت لكم قبل قليل يعطيونا انديه نديروا معاهم ماتش ميكال وديا باه تختبر اللاعبين اللي جبتيهم جدد نشوف ترى غير مامون عطاونا الباير حسب علمي وكان بي اس جي باريس سان جيرمان والاخرى ما نعرف شكون هي هذاك ليفربول ولا الفيديو راهو طال بزاف بصح على غالب هذه السلسله تكون كيما هكا خاوتي لازم تصبروا معنا وصاي باه نديروا ديما جديد تعطلك بزاف نديرو تأكيد الآن هاي كما قلت لكم هاي الودية نو سترينج مسابقة هذه اسمها كما هيك بعد تبدأ اليوم فيها فريق افريقيا باينه فرق تسمى لي باينه عندنا هنايا قندوزي عطاونا فيه اعاره ما نعرف شكون تينيريفي هذه تاع تاليسبان خلي روحك ما يهز شويه التيكي تاكا تاليسبان حاجه مليحه نبدوه اعاره ب 600 الف اورو وعدنا بن ناصر رونالدينيو حاب يشريوه زوز ملايين و600 ديجا وزاد ب 100 بعد على السمعه تاعو كيما قلت لكم هذا مازال ما بداش يلعب ما نبيعوهش خليوه صح جبنا واحد الجوار مليح اسمه سيلفا ما نعرف كيفاه شوفوا ترى نو سترينغ هذيا ها كيما عطاك ما عطانا محرز وخيسوس وفيرناندينيو ودي براين هذو هما اللاعبين اللي عندهم روح الفريق في ليكيب ثم تقدر تقول هذو هما الركائز تاع ليكيب لازم يكونوا ديما في واجدين في ليكيب هنا نشوفوا التصنيف تاع النادي اعتذر عندنا اوروبا المانيا الالمان الاولى نشوفوا احنا المنتخب تاعنا الجزائري كلاسي رقم 28 ان شاء الله نحكم هذا المنتخب ونقلبوا الاول عالميا خاوتي ما تضحكوش على بالي نقدر نديروها نمروا درك تقديم الوقت الى المباراه الخاصه بالناو سترينغ كما قلت لكم هاد الوديه نجربوا حظنا معاكم ترى نشوفوا ترى اسكو مليحه مش مليحه ندخل نشوفوا خطة اللاعب تاعي ها
عندنا المراكز الشهيرة، عندنا تايسون، عندنا غوندوغان، عندنا نروح عشان نديرو حسب الشكل، نديرو فتح 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 كلش. خليهم هذيك يقف بهم يبدلناش فرماسيون. نروح درك نبداو نعدلو شوية، ندخلو غابريال جيسوس، كيسوس كما نقولو حنا. عندنا غوندوغان يخرج يدخل في بلاصتو ويلي دي بروين، دخلوا هذا اللاعب تايسون، طيح لها المورال كامل. وعدنا لي بليسير تانا كرايف، هذا كون غير يمدوا لي فيه سمع بنبيعو. صاني ندخلوه في بلاصه كيف نديرو دركا، ما عملني فاهم فيها شيء. اللاعبين ناقصين بزاف، عندنا ناقص خلاه تشكيله، ندخل نجربوا هكا برك ونشوفوا باه ما نتعطلوش عليكم خاوتي. مالغري على بالي تعطلنا بزاف وراكم الفار يخرج من وزنيكم ومن خشومكم، ما عليهش فوتوها برك. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس كما راها تمر امامكم حتى نستمر اخواني الاعزاء والاكارم. وزيد نذكركم احسن تعليق نعملوا له دعم للقناه تاعو باه يطلع حتى هو ويولي في المستوى. شوف الاستاد تاع امستردام تاع اجاكس ارينا، حين نلعب في اجاكس في هولندا. بداية الان امامكم مباراة الودية، ان شاء الله نفوزوا بمباراة منهم باه نشوف الفريق بلي راه مليح. برناردو سيلفا كالعادة، اوه خطيرة تايسون في النص. تايسون رجبناه من شختار، وعندنا تانا سانشو مليح جبته من دورتموند. بايرن كما تعرفوا كل فريق اقوى فريق في البي يو اس، مالغري راح لهم شو اسمه روبان، جابوا كوتينيو. انظروا امامكم التمريرات خاوتي، سامحوني برك على كيما نقولوا احنا على الكاليتي، على الجوده ان شاء الله راح نحسنوا فيها مع الوقت بزاف. فوتوها برك الفيديوهات هذه الاولى، تعرف اخوكم مازال مبتدئ جديد في الجيمنج. مالغري رانا عندنا تفاعل بيان لحد الان، ونشكركم بزاف بزاف خاصه الناس اللي متفاعلين معنا وديروا في اللايك دزوا كيما نقولوا في اللايكات في الفيديوهات تاعنا. ان شاء الله نستمر وراح نكونوا بزاف ملاح في المستقبل. امامكم مباراة كيفاه تمريرات، اخوكم بنا المعلوماتية اللي نحكمو راني نشويلو قلبو، خاصة عندي واحد زوز خصم تاعي اللي نظل نلعب معاهم. ربنا بيهم يتفرجوا في الفيديو يشوفوا فيها ما نعلم بيهم، يبصح كيما نقولكم انتظروني دائما وديما الجلد من نحكمهم لازم الجلد. بهذا نكونوا قد وصلنا لنهايه الفيديو اخواني الكرام والاعزاء. ما تنساوش لايكاتكم باه تهمنا بزاف، تعليقاتكم ايضا تحفزنا. اشتركوا خوتي في القناه وفعلوا الجرس فضلا وليس امر، راني نحبكم بزاف. وكاينه حاجه خلاف تانا، انتظرونا في فيديوهات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.